عليه الصلاة والسلام وأعرف رواياته كلها. قال: وماذا تعرف؟ قال: أعرف في علم الرجال. يقول بدأ قال: وماذا تعرف في الأنساب؟ قال: أعرف نسبك ونسبي ونسب الذي عن يمينك ونسب التسعة الذين قد قطعت رؤوسهم، أعرفهم كلها. وبدأ يسرد له بعض الأنساب، ثم فجأة قال: وماذا تعرف؟ قال: أعرف كذلك علم النجوم. وبدأ يشرح له النجوم السهلية والليلية والجبلية والقمرية والشمسية وعلمها عند ربي. يقول: ثم لما سرد عليه ما سرد قال هارون، يقول في نفسه: إني لأعلم أن بعض العلماء لا يجيد الوعظ، ولذلك الذي يفتح الله عليه في علم مؤصل ووعظ مؤثر على الناس هذا توفيق. قال: أو تستطيع أن تعظني؟ قال: بلى. يقول: فقلت له موعظة كنت أسمعها من طاووس اليماني في اليمن، فقلتها له فبكى هارون، يقول: والله ما عرفت مكانتك. فقام هارون فقبل رأسه في المجلس أمام الناس، قال له هارون: تعال لك مني 50,000 درهم. هو وصل العراق، يقول: ما احتاج. يقول بعض أهل العلم: والله ما خرج من باب مجلس الخليفة إلا وقد وزع 50,000 درهم كلها. تزوج الإمام واشترى دارا ورزق بولدين اثنين رحمه الله تعالى. ثم بدأ يأخذ الإمام الشافعي هذا العلم الكبير، علم أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وتعلم ذلك العلم وبدأ يدرسه حتى عرفه كله. أصبح عمر الإمام في ذلك الوقت 36 سنة، 36 سنة. ثم أخذ 9 سنوات بعدها ألف كتاب الرسالة وأصبح يعلم الناس علم أصول الفقه. أقول أيها الإخوة، ثم بدأ الإمام رحمه الله تعالى يؤلف في كتاب الرسالة في علم أصول الفقه، وهو أول من صنف في هذا العلم، وبدأ يعيد الناس إلى مصادر تلقيها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبدأ يعلم الناس هذه الأمور. يقول بعض العلماء، يقول: قرأت الرسالة، يعني كتاب الرسالة الإمام، 100 مرة، والله كلما قرأتها خرجت بفائدة، وإنني أقرأها ولا أشبع منها مطلقا. ثم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى خرج وسافر من العراق، عاد طبعا إلى مكة، ثم بعد ذلك جلس 2 سنة في العراق إلى 50، ثم بعد ذلك أصبح مثل حمام السلام، يذهب إلى العراق وإذا التقى بهم قال: إن أصحاب مالك يقولون عن أبي حنيفة كذا، يعني كان يقرب بين وجهات النظر. وإذا ذهب إلى المدينة قال لهم: إنني التقيت بطلاب أبي حنيفة وأصحابه وكانوا يقولون عنكم كذا. فحاول يقرب بين وجهات النظر، فأصبح الإمام الآن يحقق الهدف الذي من أجله انطلق، والذي كانت أمه تدعو الله أن يجمع الله به هذه الأمة، وبالفعل تحقق ذلك للإمام رحمه الله تعالى. لما انتهى وكان عمره 50 سنة، التفت إلى ربيع أحد تلاميذه وأحد خدمه، قال له: ماذا بقي؟ يعني رحنا زرنا غزة والمدينة والعراق وإلى مصر، جلس فيها وعلم الناس. قال: بقي رحمك الله تعالى مصر والهند قبل الذهاب إلى مصر. قال: فقلت أذهب إلى مصر لعل الله يجمعهم علينا، نذهب إلى مصر. يقول: فجلس في مصر 2 سنة، ألف في 240 كتاب، منها طبعا ما هي رسائل صغيرة، ومنها المصنفات الكبيرة، من جملتها كتاب الأم الذي جاء ليطبق فيه ما كتبه وما ألفه في كتابه الرسالة في علم أصول الفقه، وضع ذلك تطبيقا. جلس في مصر وأخذ ضيفا عند علي بن عبد الله أو علي بن عبد الحكم من أصحاب الإمام مالك، وبدأ يلقي الدروس في مسجد عمرو بن العاص. يقال إن الرجل في ذلك الزمان الذي درس في 3 مساجد، أكبر 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد في العراق في بغداد ومسجد عمرو بن العاص،
كلها درس فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا اشتهر ذكره وانتشر خبره بين الناس، وأصبح الناس يحبونه ويفرحون به، وكانوا يأنسون باسم الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإذا سمعوا الإمام الشافعي، فإذا سمعوا بهذا الإمام علموا وحسوا بالاطمئنان. كان الإمام مالك طبعا رجلا كريما وذو أخلاق عالية. من جملة أخلاقه أنه كان ما يسب الخصوم، يقول: يصلني أن فيه من تكلم فيني وفيما أقول، ولكنني أقول فيهم إذا سببني أو إذا سبني نذل تركته وترفعت عن ذلك السب، حتى قالوا: ما العيب إلا أن أكون مساببة، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربة. ولو أنني أسعى لنفع، يعني نفعي الخاص، لكنت ممن حصل الشيء الكثير من أمور الدنيا، ولكنني أسعى لأنفع صاحبي، وعار على الشبعان إن جاع صاحبه. وكان رجل كريم حيي، يعني من كرمه يقال، يقول: والله ما يمر علي أشد من أنه يأتيني أحد يطلبني في أمر فلا أستطيع. يقول: أنا فقير، وإذا جاء أحد يطلبني فقلت لا أستطيع أن يعتذر أعتذر من الناس، يقول: إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن يقول إن اعتذاري لمن جاء إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لم أجد أعظم من المصيبات. أعظم مصيبة تمر علي إني أسأل في شيء أنا لا أملكه. ومن طرف الإمام مالك يقول: كنا مرة، قيل في مصر وقيل في المدينة، يقول: كنا على سفر معي مجموعة من أصحابي، يقول: وكان معنا دجاجتين اثنتين فقط، يقول: وضعناها حتى نتعشى عليها، يقول: فوضعناها على سفرتنا ثم قمنا لصلاة المغرب، قلنا: نصلي المغرب أو نتعشى؟ قالوا: نصلي. يقول: بينما نحن نصلي جاء ذئب فأخذ دجاجة، يقول: ذهب. يقول: يوم جينا يعني دجاجة واحدة ما تكفينا. يقول: فلما جلسنا تونا الآن بنجلس نأكل هذه الدجاجة، رأينا الذئب بعيد في الظلام وكأننا نرى الدجاجة في فمه، ووضع الدجاجة في الأرض. يقول: لحقنا أني بناخذ الدجاجة. يقول: فركضنا، فلما جئنا وجدناها ليف خيشة يعني. يقول: فجئنا فاستفاجأنا فإذا بالذئب قد عدا على الدجاجة الثانية وأخذها. يقول: فعدت، وهذا يذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى من ذلك. يقول: دخلت مصر ووجدت أن بعض المفتين يفتون بأن الطلقات الثلاث في المجلس تعد طلقة. يقول: فلما جلست في مصر قلت: والله لو أخذت بهذا القول ما بقي مصري مع مصرية، وحنا ما علينا زود بعد لو أن الأمر، لأن بعض الناس اليوم أخذ مسألة الحلف والطلاق، وهو كان يقول، هو طبعا ممن يقول رحمه الله تعالى بأن الطلاق في المجلس ولو تكرر يعد طلقة واحدة رحمه الله تعالى، وهذا قوله وغير غيره من الأئمة. الإمام مالك رحمه الله تعالى انتشر صيته وأصبحت له مكانة كبيرة عند الناس، لدرجة أنه يجلس في المسجد من بعد الفجر إلى صلاة الظهر، يدخل أهل القرآن يعلمهم ثم يخرجون. الإمام الشافعي يجلس ثم يجلسون حتى ينتهي من تدريسهم القرآن ثم يخرجون، ثم يدخل على الإمام كذلك الشافعي أهل الحديث فيعلمهم ثم ينتهون ويخرجون، ثم أهل اللغة، ثم أهل الأنساب، ثم حتى صلاة الظهر. ثم يقول: أذهب من صلاة الظهر إلى الليل أكتب فيما فتح الله به علي. يقضي وقته في التأليف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام مالك في هذا الوقت بلغ سنه 54 سنة، وقبل وفاته، أنا معلق على الإمام مالك الظاهر، بس أنتم خذوها من باب التصحيف، لأن أخذوها من باب التصحيف مثل ما فعل بعض اللي كان يقرأ على الإمام مالك، يقول قرأ قال: باب ما جاء في غسل خصي الحمار. قال: أعد، ما وين هذا؟ قال: فلما قرأته وجدته باب ما جاء في غسل حصى الجمار. أي فبعض الناس أحيانا، فالتصحيف أحيانا يمر
ومع أنه ودك أنه يؤدب اللي مثلي ينسى، لأن يقولون من نسي أسماء العلماء أدب. يقول يقال أن الإمام أحمد رحمه الله، وهذه طرفة تدخل في جانب أحياناً، الإمام أحمد يقال دخل المسجد ذات يوم، دخل المسجد فوجد رجلاً يحدث بحديث ولكنه كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حديث: حدثنا يحيى ابن معين عن الإمام أحمد. يحيى طالب من طلاب الإمام أحمد. يقول الإمام أحمد ويحيى موجودين في المسجد. التفت أحمد قال: يا يحيى أنت حدثت بهذا؟ قال: لا والله ما حدث. قال: قم لعل الإمام هذا وهم. فقام له قال: أنت حدثت بحديث، أعده علي. يقول: فأعاده. قلت: تحدث عمن؟ قال: عن يحيى ابن معين عن الإمام أحمد. قال: أتعرفهما؟ قال: نعم. قال: أنا يحيى وهذا الإمام أحمد. قال: يا أخي ما في إلا أنتم، يحيى وأحمد في غيركم. يقول الإمام أحمد فأمر بجلده، وقال أنه جلد 20 جلدة أو صوتا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مرض في أواخر حياته، أصيب بنزيف في مكان جلوسه، وقيل مثل ما يسمى الآن بالبواسير أو غيره، وأصبح ينزف كثيرا الإمام رحمه الله تعالى. وكان يقول لبعض طلابه: ماذا بقي؟ يعني وش بقي من البلدان ما زرتها؟ قالوا: بقي لك الهند. قال: تمنيت يعني أنني في صحة أشد حتى أزورها وأبين لها، أتعلم ما عندها ثم أبين لها ما عندي. يقول بعض العلماء: والله لو زار الإمام الشافعي الهند لفرضنا فقهه ومدرسته على الأرض، ولكن أبى الله إلا أن يبقى الاختلاف على هذه الأرض سنة كونية، فما زارها رحمه الله تعالى. ثم طلب طلبا قبل أن يموت من تلميذه، قال له: أريد أن أذهب إلى الإسكندرية في مصر. قال: لماذا؟ قال: أريد أن أرابط، لأن كان فيها قتال بين المسلمين والرومان، أرابط فيها، فإني قد رابطت في العلم وجاهدت عن السنة والفقه، وأريد أن أقاتل وأجاهد في سبيل الله. وذهب رحمه الله تعالى، ورؤيا كثيرا ما كان يقف خاشعا بكاء، حتى أنه قيل أنه حدث عنده سفيان بن عيينة عن حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فأغشي عليه في المسجد. وقبل وفاته بأيام يقول ربيع: رأيت في المنام أن آدم عليه السلام مات، فسألت من يؤول ويفسر الرؤيا، فقال لي: سيموت أعلم أهل الأرض. قلت: وكيف أولتها؟ قال: إن الله يقول: وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا تعبير على أن عالم أهل الأرض سيموت. قال: فلما أولها لي قلت: والله ليس هناك أعلم من الإمام الشافعي، وإني أسأل الله أن يختم له بالصالحات. يقول: دخلت عليه وهو يحتضر في سكرات موته في شدة الألم، فقلت له: كيف تجدك؟ قال: أجدني ضعيفا. يقول: فرفعت يدي ربيع فقلت: اللهم قوي ضعفه. يقول: فبكى ربيع، والتفت الإمام قال له: إنك قد دعوت علي، ما دعيت لي، اللهم قوي ضعفه، إن قوى الله ضعفي مت. يقول: فتبسم ربيع. قلت: ما قصدت ذلك، يعني أنا ما قصدت ذلك، والله إني الآن أتبسم مما تقول وأبكي مما أراك فيه. يقول: فالتفت علي فقال: اقرأ علي من القرآن. قلت: أقرأ عليك من ماذا؟ قال: اقرأ علي من قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. يقول: وأنا أقرأ والإمام يبكي: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فاستجبنا. يقول وهو يبكي رحمه الله تعالى وله شهيق من البكاء. يقول: فالتفت إلي قال: يا ربيع. قلت: نعم. قال: اذهب إلى فلان، فلان على المذهب المالكي من طلاب الإمام مالك، اذهب إلى فلان وقل له يقول لك الإمام الشافعي ادعو لي. قال: ما هو بالآن، أنت الآن تحتضر. قال: لا، فإنه أرق لقلبه، أقبل الآن لنفسه وأقبل لنفسي أنا، لأن بينهم خلاف شوي. يقول: فذهبت إليه فقلت له: إن الإمام مالك يدعوك لتدعو له. يقول: وسمعته يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما. ويردد تلك الأبيات:
يقول: ثم التفت علي وهو يقول: اللهم لك الحمد، قد جمعت بي هذه الأمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبدك ورسولك. ثم خرجت روحه رحمه الله تعالى وتوفي في النصف من شهر شعبان عام 204 هجرية، كان عمره 54 سنة، رحمه الله رحمةً واسعة. يقال: ما رؤيا أهل الأرض من المسلمين بكوا وحزنوا على أحدٍ في ذلك العصر مثل حزنهم على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمةً واسعة. والحمد لله الذي جعل الفرق والشاهد والدليل بين أهل السنة وبين أعدائهم وأهل البدعة يوم الجنائز، ولا أدل على ذلك من هذا الجامع المبارك، جزى الله من قام عليه خير الجزاء. قبل أيام صلينا على جنازة أخينا الشيخ عبد العزيز الوهيبي رحمه الله رحمة واسعة، وموتانا وموتاكم وموتى المسلمين. وهذه فيها رسالة واضحة بينة، أن من يحمل هذا الدين، لأن الدين كبير، فإنه سيعيش كبيرا، وإن لم يعرفه الناس كبيرا فإنه عند موته سيكون كبيرا، يجعل الله له قبولا في الأرض وحبا وإقبالا، لأنه خدم الشيء الكبير وهو دين الله تبارك وتعالى. لكن الأمة اليوم لو تمسكت بحقيقة دينها وقامت بأمر ربها لوجدت الخير الكثير في شتى أمورها، بدءا من بركة أبنائها وبناتها وأبنائنا وطلابنا. أين خريجي الجامعات الشرعية؟ كم يحضر معنا؟ أجزم أن الآن معنا في هذا الجامع عدداً من الأكاديميين والخريجين من أصول الشريعة ومن غيرها، بل ربما في علوم شتى وأصناف كثيرة من أصناف العلم. ولذلك نقول: يربى الجيل والأمة على مبادئ هؤلاء. تدرون لماذا؟ لأن الأمة اليوم تغزى حتى تتغرب، يراد لأمتنا تغريباً. تارة تنادى الأمة بانفتاح مطلق بأن تنبطح وتميع عقيدة ولائها وبرائها وتقضي على قضايا أحكام دينها، ثم بعد ذلك تمد يدها بادعاء كثير من الأمور من التقريب مع رافضة ومع شيعة ومع مبتدعة ومع ضلال بحجج واهية. نعم، نحن أمة نقبل أن نسمع من طرف ويسمع منا ونتحاور على مبدأ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لكن بشرط ألا نعبد إلا الله. ثم أيضا الأمة اليوم تنادى في كثير من قضاياها. يعني انظروا على سبيل المثال الفوضى التي تفعلها الرافضة والشيعة، وفعلتها قبل فترة من الزمن في البقيع عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه عمر بن الخطاب سباً صريحاً واضحاً، وسب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وغيرهن كذلك، وكل ذلك على مرأة. ثم بعد ذلك أيضاً تهجموا على البلاد وعلى الحكام في هذه البلاد وفقهم الله، وعلى رجال الأمن وعلى رجال الهيئات وغير ذلك. ثم أيضاً نأتي تارةً نقلب الصحف. أمس القريب كاريكاتير في جريدة الرياض يستهزئ استهزاءً صريحاً واضحاً على أهل الدعوة والاحتساب والدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ينادى تارةً بقيادة المرأة، وتارةً باختلاطها، وتارةً بفتح المجال لها في مجالاتٍ ليست لها. ديننا دينٌ كامل متكامل واضح، لا يحتاج إلى يأتيه أحد أن يرقعه أو يضيف عليه أو يحذف منه. نعم، حينما نقول هذا الكلام نقول هناك رؤوسٌ يُرجع إليها: علماء، مفتي عام البلاد، أعضاء هيئة كبار العلماء، علماؤنا الكبار وأساتذتنا من القضاة وغيرهم من أهل العلم المعتبرين.